صباح الخير متابعينا، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير. إذن يتوقع أن ينقشع بعد قليل الضباب من المناطق التي تشكل بها بشكل عام، ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون الطقس اليوم مستقرا في أغلب المناطق، لكنه بارد نسبي إلى بارد مع ظهور بعض من الغيوم المتفرقة. فدرجة الحرارة اليوم في العاصمة عم تسجل فقط 14 درجة مئوية كحد أقصى في ساعات النهار، وهي حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة المختلفة. نبدأها شمال من إربد التي تتوقع أن تسجل ما بين 17 إلى 8 درجات مئوية الليلة القادمة. في جرش اليوم 16 إلى القادمة 9 درجات، أما في حلزون فتكون 14 إلى 6، المفرق 15 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان 14-8، السلط 17-11، مأدبة 15-8 درجات مئوية، البحر الميت 21-14، وفي الزرقاء 16-7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية تكون في الكرك 11-5، الطفيلة 13-8، معان 13-5 درجات، الشرع 12-7، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى اليوم إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى الليل 14 درجة مئوية. المناطق الشرقية تكون في رويشد 14-6، الصفاوي 15-4، أما في الأزرق تكون درجة الحرارة العظمى 16 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون في ساعات الليل 6 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. انتظرونا في المزيد من النشرات الجوية اليوم ونشرة الأحوال الجوية الأسبوعية بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير، إلى اللقاء.